تنفيذا للاستراتيجية التي سطرتها اتصالات الجزائر لتسويق خدمات الانترنت دوليا. شرع مركز اتصالات الجزائر الفضائية بالأخضرية في عملية تسطير شبكة الانترنت بتدفق عالي ودون انقطاع، على أن تتوسع العملية مستقبلا لتشمل بلدان أخرى من القارة الإفريقية. المتابعة لصبرين السالم. أربع محطات تزود بشبكة الإنترنت بمالي وبتدفق عالٍ وفق اتفاق تجاري أبرم الشهر الفارط بين البلدين. مهندسو مركز اتصالات الجزائر الفضائية أجروا مؤخرا العملية بباماكو بنجاح، لتكون بذلك مالي أول دولة إفريقية مستوردة لشبكة الإنترنت من الجزائر. إخواننا الماليين شافوا أن تقنيا نوفر خدمات معلوماتية وخدمات الإنترنت بطريقة يعني بطريقة جيدة وبتدفق عالي، وفي الاستراتيجية تاعنا على المدى القصير أنه يعني نقترب من بلدان أخرى كالنيجر وموريتانيا لنوفر نفس الخدمات، وعلى المدى البعيد إن شاء الله نروح إلى كل البلدان الإفريقية لكي نوفر لها انترنت بتدفق عالي وبطريقة غير متقطعة. ويمكن يعني لينا احنا كمؤسسة وكقطاع وكدولة أننا نفتح أسواق جديدة للجزائر عائدات بالعملة الصعبة، ونكون يعني كرائدين في هذا الميدان. مستوى عال من الربط على شبكة الانترنت داخليا ودوليا وتغطية شاملة وموسعة ذات سرعة، إضافة إلى الدعم الفني والتقني وتشغيل وصيانة الأجهزة، خدمات يضمنها مركز اتصالات الجزائر الفضائية. أرى عندي هذا الزبون اللي راه هنا في الجزائر ولا هذا اللي راه في المالي، بالنسبة لي راح نتعامل معهم بنفس الطريقة. احنا ضمن له التشغيل 24 ساعة على 24 ساعة. احنا اتصالات الجزائر تبيع الخدمات نتاعها بالطو دو ديسبونيبيليتي انفو 99.97%. سويفون لا كوفرتور دو ساتيليت اكتويلمون on peut toucher l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le pays du Maghreb. اقتناء تكنولوجيات جديدة استجابة لاحتياجات الزبائن المحليين والأجانب بتقديم خدمات ذات نوعية، من شأنها فتح آفاق واعدة لولوج السوق الدولية عبر البوابة الإفريقية.